بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلاص احنا كده فينش الاكسبشن هاندلنج، تمام؟ عاوزين تطبيق بسيط عملي على الداتابيز، تمام؟ نبني اي بي اي تطبيق لفكرة الكارد اوبريشن ونشوف الدنيا ماشية ازاي معانا في الداتابيز. اذا احنا هنعمل ايه؟ هنبني اي بي اي لذيذه كده، هنشوفها مع بعض وهنشوف كل اللي اتعلمناه ده هنطبقه، وهنطبق بقى كل الداتا تايب، قصدي كل اسف قصدي كل الميثود بتاعت الويب سيرفيس مع الاتش تي بي، وهنشوف ده كله مع بعض وازاي نبعت اوبجكت، وده كله هنشوفه ايه مع بعض، وهنشوف الباس فاريبل. اذا كل حاجه طبقناها هنا في الويب سيرفيس هنطبقها في بروجكت صغير اي بي اي من غير فرونت. انا مش بتكلم على الفرونت، انا عاوز ابني اي بي اي بس. عاوز اعمل ايه؟ عاوز ابني اي بي اي بس. ده شيء جميل، تمام. تعالوا نشوفهم فكره ايه الاي بي اي، تمام. حد فاكر، تمام، بروجكت بتاع البلاير اللي عملناه قبل كده بتاع السبرينج ام في سي موديل فيو كنترولر؟ اه فاكرينه. احنا عاوزين نبنيه كاي بي اي، مالناش دعوه بالسبرينج ام في سي. ام في سي كنا بنعمل الكنترول بتاعنا ونهندله مع الفرونت مع الجي اس بي، لا احنا هنا هنعمل اي بي اي بس. ابعت ريكويست زي ما كنت ببعت هنا في البوست مان ويجي لي الريسبونس اللي انا عاوزه، تمام. فاحنا نفس الحاجه هنعملها لكن كاي بي اي بس، تمام. لو حد فاكر الورك برانش، جميل، ده الورك ايه برانش هيفتح اهو، تمام. لو حد فاكر كان عندنا داتا بيز اسمها ايه؟ اسمها بلاير، صح؟ كان فيها جدول، فهي كان فيها جدول اسمه ايه؟ تعال بس كده على ايه؟ على داتا بيز كان اسمها بلاير اهي، تمام؟ كان فيها تيبل اسمه بلايرز. لو عملنا سيلكت اهو، ده ايه؟ ده البلايرز بتاعنا، مفيش مشكله، تمام. كان في بلاير اي دي وبلاير ادرس وبلاير نيم وبلاير نمبر وبلاير فون، تمام. ركزوا معايا، انا هفتح نوت بقى اهي هوريكم اللي احنا عاوزين نعمله اهو. تكست اهو هسميه بلاير. اول حاجه خلينا نفتحه كده اهو ونكبر ايه الخط، تمام. هروح هنا هاخد بس اللوكال هوست ده اليو ار ال بتاعنا اهو، من اول الاتش تي بي لغايه لوكال هوست 8080، جميل اهو. هاخده احطه هنا، تمام. انا عاوز اما ادخل يو ار ال، ده طبعا اللوكال هوست بتاعي، ده الاتش تي بي بروتوكول وده اللوكال هوست، تمام. ده مفيش حاجه، تمام. ادخل بعديها اي بي اي، تمام، باك سلاش بلايرز، تمام. والميثود تكون من نوع جيت، كده هيعمل ايه؟ هيجيب لي كل البلايرز اللي عندي في الداتابيز. ده اول يو ار ال، حلو. اذا هيعمل لي ريتريف لكل الداتا اللي موجوده هنا، ده شيء كويس. هنخش بعد كده نفس اليو ار ال ده اهو بالاي بي اي، تمام. هقول له بلايرز، تمام، بس تكون من نوع جيت برضه، حلو، من نوع جيت. بس هنا هبعت ايه؟ هبعت الاي دي، هيرجع لي هنا ايه؟ هيرجع لي اوبجكت من البلاير. طبعا لو انت متابع معايا الويب سيرفيس لسه شغالين فيها دلوقتي، تمام، هتعرف ان اليو ار اس دي احنا عملناها، تمام. عملنا ديت وعملنا ديت لما جبنا من الليسته بتاعتنا، لو حد فاكر اهي قدامنا اهي، مش دي الليسته وكان فيها مجموعه من الداتا؟ عملت الجيت students، جاب لي كل الستودنتس. طب هنا جاب لي ايه؟ الستودنت الايه الواحد بالاي دي عن طريق بقى ايه؟ الباس فاريبل او ريكوست برام ايا كان، جميل. اذا من نوع جيت، تمام. هاخد نفس اليو ار ال اهو، هقول له ايه بقى؟ هقول له بلايرز، تمام، وهبعت معاه اوبجكت، تمام، من البلاير، هتكون نوع بوست، نوع الميثود بوست. هتعمل ايه؟ هتسيف لي
البلاير ده في داتا بيز، يعني المفروض هدي له اوبجكت من البلاير شايل كل الداتا ديت، هطلب اليو ار ال ده تمام، هطلبه وادي له الاوبجكت واخلي الميثود من نوع بوست يسيفه لي فين في داتا بيز. طبعا دي جديده لسه ما خدناهاش، هنطبقها تمام. فاضل ايه؟ فاضل عاوزين الابديت. الابديت نفس اليو ار ال ده، بص نفس كل حاجه اهو، وهدي له اوبجكت من بلاير بس تكون من نوع ايه؟ بوت. دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا هديك اليو ار ال ده وهديك الاوبجكت. طبعا الاوبجكت بلاير ده هيكون موجود هنا بس هتكون فيه داتا متغيره، يعني ممكن اديله البلاير دي 19، البلاير ادرس اليكس، البلاير نيم اسلام، وهدي له الايه؟ الفون نمبر بدل ب 10 ب 20، والفون والبلاير فون ممكن يبقى زي ما هو، هيشوف ايه اللي اتغير وايه ويغيره، انت عاوز 10 20 هيحطها. مش فاهمين وقتها؟ وقتها هنشرحها بالتفصيل الممل. اذا هدي له اليو ار ال ده تمام، وادي له الاوبجكت عاوز يعمل عليه ايديت، وادي له نوع الميثود بوت، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ابديت. حلو. اخر حاجه الديليت، هدي له هنا ايه؟ خلينا هنا نشيل ديت ونخليها كده، هدي له الاي دي اللي هديه له احطه من قوسين. طب وهنا هدي له اي دي، هدي له اي دي ازاي؟ عن طريق الباس فاريبل او الريكوست برنام ايا كان اما يجي وقتها. حلو. وهتكون من نوع ديليت. اذا بدي له اي دي هيروح يعمل لي ديليت للريكورد الاي دي بتاعه كذا اللي اليوزر هيدهوله. هي دي يا جماعه الاي بي اي اللي عاوزين نعملها. صعبه؟ واحد يقول لي مش فاهمين، هقول لك يا عم اصبر على رزقك، اصبر ما تستعجلش. انا عاوزك بس تعرف ان احنا عاوزين نعمل الاي بي اي بالشكل ده. ازاي ديت؟ اصبر عليا. اول اتنين اكيد واضحين، احنا شغالين عليهم من اول البلاي ليست ديت او من اول التوبيك ده اللي احنا فيه بتاع الويب سيرفيس ريستفول. تمام. فاضل السيري دول يا عم هفهمهم لك بالتفصيل الممل ما تقلقش. اذا دي الاي بي اي بتاعتنا عاوزين نبدا فيها المره الجايه ان شاء الله. نبدا فيها المره الجايه، هنكريت البروجكت ونشوف الاستراكشر بتاعنا ونبني الكونتينر ونبني كل حاجه ونبدا نشتغل فعليا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.